الدرس الماضي كان هناك بعض الملاحظات بالنسبة للجمع. تولتا، أريد أن أكرر الصحيح، تولتا الجمع تولتن. فكلمة تولتا كانت أيضا موجودة في الماضي، لذلك لم نقول تولتس، لأن قلنا أن الفخم تولتا الكلمات الأجنبية تأخذ أصلا أس، وتولتا كلمة أجنبية، لكن الكلمة هذه كانت أيضا موجودة في الألماني وكانت تطلق على الملابس أو أنواع من الملابس، فلذلك تغير المعنى وبقي على الجمع التولتن. بعدين غستوران، غستورانكس المفخم تويوتا كلمة أجنبية، بنزين لا يتغير. أنا المرة الماضية كنت أقول بنزينة وأخذتها من الجوجل، لكن تأكدت أن البنزين لا يعد كما كنت أظن أيضا، فليس له جمع، بنزين هو بنزين. غايس، كلمة غايس الأرز ليس لديه أيضا جمع، لأن غايس لا يعد، نحن نقول مثلا أين زاك غايس، كيس من الرز، أو أين كيلو غايس، يعني لازم نحط شيء لكي نقوم بوزنه أو بعدده. فالجوجل لما أعطاني غايزة فهم الغيس بمعنى كلمة أخرى، لأن يعني الغيس أيضا يطلق إما على الشجيرة الصغيرة أو أغصان، فالجمع من هذه الكلمة اسمها غيزة. بعدين كمان دي موبل يبقى كما هي، دي موبل يعني ليس له مفرد، فلذلك أستغرب أيضا من جوجل أنه قال داس موبل. Und Herr der الفرن، وهكذا صححنا ما أخطأنا فيه في الدرس الماضي. بسم الله، نحن الآن مع التدريب 14. der das die ein ein eine، فلدينا الأرتيكل الأدوات، و der للماسكولين، أو أنتقل إلى هنا، فلدينا الماسكولين النويترال الفيمينين und plural المذكر المحايد المؤنث والجمع. طبعا هذه الأربع تنقسم كمان إلى نوميناتيف أكوزاتيف وداتيف. فالفاعل يعني أنا لا أحب أن أترجم هكذا حرفيا لأن الشروط يعني مختلفة نوعا ما. فنوميناتيف الذي قام بالفعل مثلا، نقول هكذا، أكوزاتيف الذي أجري عليه الفعل، والداتيف شبه الاسم المجرور مثلا، يعني الداتيف يكون حسب بعض الحروف الجر، وكذلك بسبب بعض الأفعال، بسبب بعض الأفعال وبعض الحروف الجر. فلدينا مثلا في المحايد أين من، طبعا هنا الكل الذي حسب ما وصل إلى المستوى يأخذ ما يحتاج، فالذي ما زال لسه في الأينت مثلا يحتاج فقط إلى النوميناتيف والأكوزاتيف، الداتيف يأتي في الكتاب الثاني تقريبا، وحتى يعني جزء ليس كاملا. فأين من عندما يكون ماسكولين نستخدم الأين في النوميناتيف، أين هاوس في المحايد يبقى كما هو أو مثل الماسكولين، und feminin eine Frau فنضيف إيه، امرأة، هاوس بيت، من رجل، والبلورال مثل أوتوس لا يأخذ شيء، لأن أصلا الأين لديه معنى الواحد يعني، فالبلورال ينفي هذه المعنى أو هذا المعنى. الآن الأكوزاتيف أينن كافيه، فالذي يتغير في الأكوزاتيف فقط الماسكولين ونضيف له إي أن، أما الباقي كما هو، فأين بروتشن محايد، أين بانانا موزة واحدة في الفيمينين، und كاتوفن لا يأخذ أداة، فالشيء الوحيد أينن كافيه.
طبعا لا ننسى أن في الأين مان مثلا، أين مان spielt، رجل ما يلعب. أما هنا ich trinke einen Kaffee، أنا أشرب قهوة. فالاسم الثاني هو الأكوزاتيف يأخذ الأينن. الآن الداتيف الذي قلنا لو أتى مثلا حرف جر، mit einem Freund مثلا، المت يأخذ الداتيف mit einem Freund فنضيف EM. طبعا بما أن النوتخال صديق الماسكولين فيجري محله، أو يجري يعني نفس الحكم، أينم أوتو، مت أينم أوتو، مع سيارة. هنا أينر فريندن، يعني كأننا أضفنا الإيه من المذكر، أينر فريندن، مت أينر فريندن، مع صديقة. فريندن البلورال في الداتيف كما يعني علمنا الأستاذ عبد الله في التدريب السابق، نضيف له إن، فريندن، ميت فريندن مثلا. فهنا أعطاني مثال أيضا، مشتن زي أين بانانا، هي قتيبة أين بانانا، نوميناتيف ولا أكوزاتيف ولا داتيف؟ أكوزاتيف. تمام، أكوزاتيف. محايد ولا مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ صراحة نسيت الأداة تبعت دي بنانة. فيمينين. فيمينين، تعرفونها من هنا من الأين في الإيه فيصبح يا فيمينين. فيعني نحن نستطيع نعكس حتى المعادلة، يعني حتى في الرياضيات، الذي يحب الرياضيات أعشقها، لو وجدت واحدة تعرف الأخرى، فمثلا دي بانانا فتعرف أنها أين بانانا، لو تعرف أين بانانا بسبب الإي فيكون دي بانانا في الأداء المعرفة، وهي أصلا الوحيدة التي موجودة في القاعدة، يعني أين هي الوحيدة ما عدا في النوميناتيف، لكن هي كما هي في نفس المكان. أوكي، الآن لو أحد لديه سؤال ممكن يسأل الآن في العين. كاين فرع زوبا. Jetzt gehen wir zum Daddy Das المعرف، فيقول دي بانانا ist lecker. طبعا بانانا مؤنث. الآن نفس الجدول، der Mann, das Haus, die Frau, die Autos. فالأدوات زي ما هي، بعدين الأكوزاتيف نفس الموضوع، الوحيد الذي يتغير هو المذكر، فدين كافيه. فميزة الأكوزاتيف الأن، وميزة الداتيف الأم، فدين كافيه والباقي لا يتغير، das Brötchen يبقى كما هو، دي بانانا يبقى كما هو، دي كارتوفل يبقى كما هو. الآن ميزة الداتيف قلنا الأم، فديم فريند مثل أينم فريند، ديم أوتو مثل أينم أوتو، دير فريندين، نلاحظ أينر، فمن المذكر الدير، دير فريندين، وبعدين دين فريندن نضيف له إي إن بسبب الجمع، والإن لأنها داتيف في الاسم فريندن. طيب هنا يعطينا أيضا مثال، أو يعني سايت الذي قلت لكم في الدرس الماضي، أين سايت، سواي سايت، غاية سايت، لا يمكن، لا نستطيع أن نقول يعني وقت واحد، وقت اثنين، وقت ثلاثة، فيقول ich habe Zeit، يعني لا نستخدم الأدوات النكرة، أما المعرفة ممكن نستخدمها مثل die Zeit ist kostbar، الوقت ثمين. هنا يقول kein Artikel،
يعني بدون أداة، زخن، أشياء دي man nicht zählen kann، التي لا نستطيع أن نعدها، zum Beispiel Zeit، الوقت، Lust، الرغبة، Geld، النقود، Glück، الحظ، Hunger، الجوع. Haben keinen Artikel، ليس لديهم أداة. Auch ohne Artikel، الأشياء التي بدون أداة، ich bin Beruf. مثلا ich bin، أعطوني مثال، ich bin Pilotin von Beruf. فأنا نقول ich bin eine Pilotin von Beruf. فهذه القاعدة أو الفورمل، أن فاعل ich bin وبعدين الوظيفة، لا يحتاج إلى أداة. أي سؤال إلى هنا؟ أستاذ محمد، ما تستخدم مثلا داس جلد، مثلا دي زايت، ما تستخدم الأداة؟ يعني بالأمثلة تمام، معينة نستخدمهاش، بس ما بكون استخدامها مع الأداة. هو الأداة تبع لوست جيت جلوك، هو الأداة المعرفة نستخدمها، يعني في الدادي داس نستخدمها، حتى في النومينتيف، سواء كان في النومينتيف أو الأكوزاتيف أو الداتيف، لكن هو يقصد هذه القاعدة في النكرة. يعني أوني فقط هذا، أرتكل. لأن اللوست، الجيت وهذه الأشياء لا تعد، فالأين فيها معنى العد الواحد يعني. أوكي، فننتهي هنا وإن شاء الله، والتدريبات الدرس القادم. نمرة 1، Was ist das? Schreiben Sie Sätze. Der Stuhl zum Beispiel. Der Stuhl. Das ist ein Stuhl. النكرة. Unbekannter Artikel. Der Stuhl ist modern. ومع ذلك، مع كل كلمة نفعل نفس الموضوع. Herr Ahmed, das Wörterbuch. Das ist ein Wörterbuch. Das Wörterbuch ist praktisch. Praktisch. Super. Der Stuhl ist modern, الكرسي على موضة، und das Wörterbuch ist praktisch مناسب. Herr Mahmoud, die Stifte. Schere nur. Okay, Sie hören nur. Entschuldigung. طيب، die Stifte، أنا سأقولها، die Stifte، das sind Stifte. Und die Stifte sind neu. الأقلام جديدة. Herr Ahmed, die Vase. دي بسم الله الرحمن الرحيم. دي است اين شتفته دي استفتى است دي فعلا. است اين نويا. تمام، هذه حليناها الآن. دي فازة. بولورا. اوكي. اوكي، انا بقرا من الموبايل، فالموضوع بس رخم شوية، انا اسف. تمام، ما فيش مشكلة. دي است اين فازي. دي فازي است شون. تمام، لكن داس است اينه فازا. لماذا لم نقل دي؟ لان داس اوكي. مثل هذا، وفي الالماني لا يوجد مؤنث ومذكر، يعني كلها داس. فداس است اينه، ولا اينه هو الارتيكل بالنسبه للفازا، لانه دي مؤنث. داس است اينه فازا، und die Vase ist schön. تمام، الان داس بيت. داس است اين بيت. داس بيت ist teuer. الصورة غالية. يا أحمد، der Laptop. Das ist ein Laptop. Das Laptop, der Laptop ist gut. Super. Die Blumen, das sind Blumen.
Die Blumen sind wunderbar. Von der Laptop ist gut, ein Laptop geht. Die Blumen sind wunderbar. Recording in progress. Die Blumen sind wunderbar. الصوت. Okay. الزهور رائعة. حبذا لو الشخص الذي فتح المايك يغلقها. دي تير. أنا اللي أتكلم؟ نعم أحمد. does ist eine Tür die Tür ist offen Offen. offen Okay. فالباب مفتوح. Okay. Nummer zwei. Ergänzen Sie die indefiniten Artikel im Akkusativ. فهو الآن أكوزاتيف فنركز أن der يصبح den. أما باقي الأشياء alles andere bleibt gleich. كل شيء يبقى كما هو. Der Kuli, الكوغلشرايبر, هذا اختصار الكولي. Hast du einen Kuli؟ فهنا نجعلها indefiniten. Hast du einen Kuli؟ Herr Ahmed, die Uhr. Eine Uhr. Okay, den ganz. Hast du eine Uhr? Hast du eine Uhr? Super. Okay. Der Schirm. Hast du einen Schirm? طبعا هل لديك قلم حبر؟ هل لديك ساعة؟ هل لديك مظلة؟ دي كاتسة؟ Hast du eine Katze? Super. Das Auto. Hast du ein Auto? هل لديك سيارة؟ دي كيندر؟ Hast du eine Kinder? Hast du Kinder? تمام، Hast لأنه du Kinder? مجمع، فلا يوجد أين. Hast du Kinder? Der Computer? Hast du Hast du einen Computer? einen تمام، Hast du einen Computer? Das Handy, Herr Ahmed? Hast du ein Handy? Genau, super. Ergänzen Sie die definierten Artikel im Akkusativ. أكمل الأدوات المعرفة في الأكوزاتيف. فمثلا zum Beispiel, wie findest du die Bluse? كيف تجد البلوز؟ Herr Ahmed, Nummer zwei. Wie findest du den Rock? Super. كيف تجد الغرب بالعربي كانت؟ جيبة الغرب هي التي تلبسها النساء. جيبة جيبة؟ أظن فيها كلمة أخرى يا كمان. أوكي، نمرة 3. تنورة بالضبط، تنورة. تمام، تنورة. نمرة 3. Wie findest du دي شوها؟ كيف تجد الأحذية؟ نمرة 4 يا أحمد. Wie findest du ein Kleid? Definiten Artikel المعرفة. Das Kleid. Super. كيف تجد اللباس؟ 5. Wie findest du die Brille? كيف تجد النظارة؟ نمرة 6. Wie findest du den Hund? ممتاز، super. كيف تجد الكلب؟ نمرة 4. Schreiben Sie es positiv. فالجملة negativ. Der Satz ist negativ. نفي. ونحن نجعلها إيجابي. Indefinita Artikel. يعني سواء بالأداة النكرة أو كاين أرتيكل. بعض الكلمات التي لا تعد، لا تحصى، لا تحفظ أرتيكل. Zum Beispiel, er hat keine Zeit.
ليس لديه وقت، فعندما نقول هو لديه وقت نقول sie hat Zeit، ولا نقول sie hat eine Zeit، هذا يغلط فيها الكثير. اوكي، هي احمد er hat kein Geld. زي هات جلد. super. er hat kein Handy، sie hat einen oder ein Handy، لانه das. Nummer 4. Er mag keinen Reis. Sie mag viel Reis. Sie mag Reis. Sie mag Reis. Tamam. Nummer 5. Er hat kein Fahrrad. Er hat ein Fahrrad. Nummer 6. Er hat Glück. Er hat Glück. Tamam. Er mag keinen Reis, ولا يحب الرز، هو يحب الرز أو هي تحب الرز. Er hat kein Fahrrad، ليس لديه دراجة، لديها دراجة. Er hat kein Glück، ليس لديه حظ، هي لديها حظ. Okay. Nummer 5. Eine Stadtführung in München. جولة في مدينة ميونخ أو مدنية في ميونخ، ergänzen Sie die Artikel. فالكلمات موجودة بالأرتيكل، فهنا لازم نعرف هي نكرة ولا معرفة. Zum Beispiel Nummer 1: Meine Damen und Herren، سيداتي وسادتي. Links ist ein Turm، في اليسار يوجد برج، فهنا نكرة. Das ist der Fernsehturm، فبعدما نتكلم عن التورم أصبح معرفة مثل العربي، فنقول das ist der Fernsehturm، هذا برج التلفاز. يا أحمد das ist، Da ist das Stadion. Stadion. أكمل ولا أستنى؟ ممكن تعيد، wiederholen bitte. Stadion. Da ist das Stadion. تمام. هو أنا فقط أردت أن تكرر الكلمة، لأن داس ستاديون هو لم يتكلم عن الستاديون أصلا، فلازم يكون نكرة. Indefinitiv Ja. Artikel. Was wählen wir؟ ماذا نختار؟ Ein Genau. Das ist ein Da ist ein Stadion. Studio. Da ist ein Ja. Stadion. هناك ملعب. Das ist Das ist das Olympia Stadion. Das Das Olympia. ja ممكن تعيد الكلمة؟ أولمبيا ستاديون. Das ist das Olympia Stadion. أوكي. Nummer 3. Frau Eier، möchten Sie؟ Oder möchten Sie nur zuhören؟ Ja, also nächste Runde. Nächste Runde. Okay. Aber Sie Ja, möchten genau. heute mitmachen. Ja. Okay, Frau Meyer, möchten Sie? Ja, oh, أنا لسه داخلة بس، فأنتوا إيه الدنيا؟ نحن لدينا الآن قصة، فلدينا كلمات هنا في اليمين، فلازم نحطها هي بالترتيب. فأولا كانت توم البرج، بعدين ستاديون، الآن الكرشة، فلازم نحط الأداة النكرة أو المعرفة. فهي غالبا في البداية نكرة لأنها لا تعرف، يعني نحكي عنها جديد، وبعدين معرفة. فمثلا zum Beispiel Sie sehen geradeaus eine Kirche. ترون مباشرة أمامكم geradeaus eine Kirche. كنيسة. Das ist die Frauenkirche. هذه كنيسة النساء. Nummer 4. Hier links ist großer Platz. Ein großer Platz. Okay, ja. Da
لازست لازست مارين بلاتس. مارين ده اسم ولد ولا ايه؟ ولا اسم اسم ما اسم يعني المكان اسم يعني. شخص، تمام، فأصبح اسم مكان. لازست لازست اينن مارين بلاتس. هذا مكان المارين. دي مارين بلاتس. ده اوكي، فهي لينكس هنا في اليسار است اين غروسر بلاتس، يوجد ساحة او مكان كبير. هذه الساحة هي ساحة المارين. نمرة 5 أو آية، wenn Sie möchten. Marien Platz steht ein Haus mit einem Tor. Das ist das Rathaus. Genau. فأم مارين بلاتس، في ساحة المارين يوجد هناك بيت، ein Haus mit einem Turm، مع برج. Das ist der das Rathaus. Rathaus يعني البلدية. Okay. Jetzt Nummer 6. Ein Märchen. قصة خيالية. Ergänzen Sie die Artikel. هنا ممكن يكون نكرة، ممكن يكون معرفة. Ein, eine أو der, die, das. Zum Beispiel, es war einmal ein König. كان هناك ملك. Der König war sehr reich. الملك كان غني جدا. Herr Ahmed, er hatte Er hatte eine Tochter, eine. Okay. Tochter. Die Tochter war wunderschön. تمام، إلى هنا. كان لديه بنت. البنت كانت جميلة جدا. Frau Meyer, eines Tages. Eines Tages kommt ein Prinz. Der Prinz möchte die Prinzessin heiraten. Okay. heiraten. فأيines Tages, يوما من الأيام، أتى أمير. الأمير أراد أن يتزوج الأميرة. أو آية، أبا. Aber die Prinzessin will ihn nicht heiraten. Da muss der Prinz seine Liebe zeigen. تمام. أبا الأميرة، لكن الأميرة ما أرادت أن تتزوج معه أو منه. دا موس، هناك كان على الأمير أن يظهر حبه. يا أحمد. Er tötet einen Drachen. Drachen zum Schluss heiratet der Prinz die Prinzessin und ein Jahr später bekommen sie die Tochter. تمام. Er tötet einen Drachen. Das ist der Drache, التنين. هو يقتل التنين. Zum Schluss, في الأخير, heiratet der Prinz. يتزوج الأمير, الأميرة, die Prinzessin. Und ein Jahr später, وبعد سنة, bekommen sie eine Tochter. يحصلون على بنت. Habt ihr Fragen?